سنكون نقابة للتفاوض على كل الحقوق وليس نقابة للصدام. هذه وعودي التي وعدتها وأنا متمسك بهذه الوعود. انا بوجه الشكر اولا للجمعيات العموميه كلها، بوجه الشكر للجنه القضائيه والنقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، وايضا بوجه الشكر لكم جميعا. استنوا يا جماعه، استنوا يا جماعه، صوت يا جماعه، صوت. شكرا لكم، انتم الان الكلمه العليا، لكم انتم وليس لاحد اخر، انتم الذين اخترتم. نوجه الشكر لنفسي الاستاذ خالد نيري، كانت منافسه عادله وحاولنا ان هذا ما كنا نريده عندما ترشحت أن تكون الكلمة الجمعية العمومية، وأشكره على هذه المنافسة، وبشكركم كلكم. الآن الكلمة للجمعية العمومية والجمعية العمومية فقط. النقيب أهو، النقيب أهو، النقيب أهو.